20 فوت. استاذ عرفات اهلا بيك، منورنا عبر سكايب. مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا بالمتابعين الكل. تحياتي ليك. يعني دوري ابطال افريقيا هذه المره الترجي او الفرق التونسيه لم ولن تكون موجوده في الادوار النهائيه، سواء نصف النهائي او النهائي، ولكن ما زالت البطوله تونسيه، الترجي هو حامل اللقب. كيف ترى الامتار الاخيره لهذه المسابقه في النسخه الحاليه، خصوصا مع التغير في شكلها باقامه نصف النهائي من مباراه واحده والنهائي من مباراه واحده؟ هي بطولة الموسم هذا السنة دي هي بطولة استثنائية بكل المقاييس. استثنائية أولا قبل ما نحكيه على الفيروس وغيره، قبل بعد الأزمة اللي صارت في نهائي الترجي والوداد اللي نعرفوه الناس الكل. الاتحاد الأفريقي قرر أنه النهائي يتلعب في مباراة واحدة في ملعب محايد، هذا بداية الحكاية كما نقولوا. بعد جات أزمة كورونا فيروس اللي هي ممكن خلطت شوية الأوراق من ناحية التنظيمية وخلت ممكن التشويق يكون على الاستاد اللي باش يحتضن النهائي أكثر حتى من التشويق على صاحب اللقب. الموسم ما كانش سهل بالنسبة للأندية التونسية، الكرة التونسية تعاني شوية من مصاعب مالية ذي بالنسبة للأندية الكل، معناتها ممكن الاستثناء الوحيد اللي نجم يكون هنا هو الترجي التونسي اللي نجم على الأقل يجابه بعض المصاريف ببيع والتفريط في عقود نجوم النادي. لكن اذا نحكيو على النجم الساحلي اللي هو الفريق الثاني اللي شارك في رابطه الابطال الموسم هذا، عانى برشا صعوبات ماديه وبرشا صعوبات اداريه ورياضيه. يعني موسم كان صعيب شويه على الانديه التونسيه خاصه في رابطه الابطال الافريقيه. اليوم وصلنا للمحطه قبل النهائيه، عندنا زوز انديه مصريه وزوز انديه مغربيه، الملعب مازال ما تحددش. نشوف مبدئيا 50-50، ممكن نشوفه نهائي مصري مغربي. نعم. ممكن ياسر. طيب الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، خلينا نمسك مباراه مباراه. تقييمك للمباراتين، لو هنتكلم عن الاهلي والوداد، والوداد له خبره خلال السنوات الماضيه في الوصول للمباريات النهائيه، والاهلي هو البطل التاريخي للمسابقه بثماني مرات، كيف ترى هذه المواجهه؟ بالضبط، انت استاذ هاني قلت كلمه مهمه برشا، انه الاهلي عنده الاسبقيه التاريخيه، يعني تاريخيا الاهلي هو زعيم المسابقه هذه ما يخفى على 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 اي كان. الوداد يمر في السنوات الاخيره بانتعاشه من 2015 2016 ونحن ماشيين. الوداد بدا يرجع شويه، الوداد نتاع قبل بدا يسترجع بعض الفنيات. انا كنت حاضر في الدار البيضاء مباراه الربع النهائي بينات الوداد وبينات النجم الساحلي، شفنا مباراه كبيره برشا. لكن نقول حاجه مهمه برشا وممكن حتى تنطبق زاده على الرجاء البيضاوي في مواجهه الزمالك، نجم نقولوا راه 40% من قوه الانديه المغربيه ولا قطبي الكره المغربيه الوداد والرجاء هو الجمهور. يعني جمهور الدار البيضاء جمهور رهيب جدا بابعد المقاييس. انا حضرت على جمهور الرجاء في مباراه مازيمبي ربع نهائي، نفس الشيء، يعني جمهور رهيب وهو اللي يجيب وهو يعني اللي يجيب في الماتشات كما نقولوا بلغتنا، هو اللي يربح في الفرق. أضم صوتي لصوتك عرفات بدون قطع كلامك، بما انك بتتكلم على حضورك للمباريات ورؤيتك للاجواء الجماهيريه اللي بتخلقها الجماهير المغربيه. حضرت انا مباراه الوداد مع الزمالك في نسخه 2016 هناك في المغرب، كان الزمالك قد فاز ذهابا برباعيه نظيفه، فبدت الامور منتهيه، لكن بسبب جمهور الوداد كادت الامور تنقلب راسا على عقب، وحقق الوداد خماسيه، لولا هدفان من الزمالك لكان الزمالك قد ودع البطوله، وكل ده بسبب الرعب اللي بثه جمهور الوداد او الجمهور المغربي في الملعب. فانا بتفق معاك تماما في الاجواء الجماهيريه اللي اكيد هتكمل كلامك ان هي سيفتقدها كل من الرجاء والوداد في هذه المره. طبعا يعني زي ما قلت هي 40 ولا 50% من قوه الفريق. يعني نجم نقول لك اليوم انا كما قلت لك حضرت مباراه الوداد وشفت الرجاء ضد مازيمبي، فنيا ماهيش الفرق اللي كبيره ولا عملاقه، يعني فنيا يعني نحكي كان ناخذوا لاعب ولا ناخذوا بالمركز ولا لاعب الجماعي، فنيا اليوم فنيا الوداد ماهيش اقوى من الاهلي، يعني من ناحيه الفنيات الفرديه او اللاعبين ياخذوهم فردا، نحكيو على علي معلول ولا غيره من اللاعبين، لاعبين الوداد، لاعبين الاهلي عفوا،
أقوى وأفضل فنيا، لكن الوداد عندها مدرب محنك وعندها جمهور عظيم اللي باش تفتقده بصفه كبيره ياسر، بصفه كبيره في مباراه النصف النهائي وفي مباراه النهائي. نجم نقول لي ممكن نتكهن شويه مسيرج، اما نقول لي الكورونا فيروس باش يضر شويه بمسار الانديه المغربيه في مسابقات الافريقيه. نعم، خصوصا ان الانديه المصريه ربما اعتادت اللعب في السنوات الاخيره في غياب الجماهير حتى على المستوى المحلي، ولكن ده هيودينا للمباراة الأخرى، الزمالك المصري وأيضا المغربي في الجانب الآخر الرجاء الشقيق. كيف ترى المواجهة مع الوضع في الاعتبار أن الزمالك بيضم مغربيين هما أونجم وأشرف بن شرقي، وهما من أسباب أو تحديدا بن شرقي من أعمدة الزمالك الرئيسية في المرحلة الحالية؟ بالضبط، هو الزمالك يمتلك زوز لاعبين من المغرب اللي هما يعرفوا مليح، يعرفوا كثير أجواء الكرة المغربية، يعرفوا مليح اللعب المغربي والستايل المغربي في اللعب اللي هو متأثر بالمدرسة الإسبانية شوية، بالمدرسة البرتغالية. المغاربة يحبوا ياسر اللعب الباسات القصار، يحبوا ياسر الجو التيكي تاكا كما قلنا احنا. ممكن هذايا حاول الترجي، خلينا نرجع معاك انا شوية الماتش السوبر الإفريقي، ترجي كي حاول يطبق اللعب هذا، حاول يطبق شويه طريقه اللعب هذا، لقى صعوبات كبيره كبيره ياسر ضد الزمالك المصري. اليوم الزمالك المصري عنده عناصر مهمه برشا، اذا نحكيو مثلا على الفرجاني السيسي في وسط الميدان، هو مايسترو في وسط الميدان باتم معنى الكلمه. اذا نحكيو على خط الهجوم يضم مهاجمين من اعلى طراز، وكنا شفناهم في مواجهه الترجي شنو عملوا في مباراة السوبر ولا في مباراة لعبة الأبطال. ممكن الكفة تميل فنيا شوية كما مالت بالنسبة للأهلي، حسب رأيي طبعا الشخصي، كما تميل بحكم الخبرة الإفريقية الكبيرة للأهلي والتقاليد الكبيرة الإفريقية للأهلي على الوداد. نفس الشيء بالنسبة للزمالك، عنده شوية الحافز التاريخي وشوية الأسبقية التاريخية على نادي الرجاء، اللي هي باش تلعب دور حاسم ودور كبير ياسر في ظل غياب الجماهير، اللي هي نقطة قوة نادي الرجاء، اللي هو يتميز فنيا على نادي الوداد. نحب نسطر هذه بالخط الأحمر، فنيا الرجاء أقوى من الوداد في الموسم الحالي. نعم، زي ما نقول حسب تقديري الشخصي. أنا بشكرك شكرا جزيلا صديقي وزميلي عرفات من تونس.